ثروات المنسية في الصحراء الغربية. ثروات الصحراء الغربية مشروعات كبيرة ونفط وغاز وفوسفات. نهب فوسفات الصحراء الغربية 6 ملايير دولار ينهبها نظام المخزن سنويا من ثروات الشعب الصحراوي بمساحتها التي تعادل مساحة بريطانيا وكثافتها السكانية القليلة. الصحراء الغربية تمتلك الكثير من احتياطات للفوسفات والغاز ومناطق غنية بالصيد. المكونات الاقتصادية للصحراء الغربية. الثروة الحيوانية تتوفر على عدد كبير من الماعز والأغنام والجمال وكذلك الأبقار، وهي مصدر مهم للأجبان واللحوم في العالم. المعادن تزخر الصحراء الغربية على الكثير من المعادن منها الفوسفات، ويذكر أنه تم اكتشاف أكبر منجم منفرد للفوسفات في العالم سنة 1947 في منطقة بكراع الواقعة على مسافة 100 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة العيون بالصحراء الغربية، ويقدر احتياطي هذه المنطقة ب10 مليارات طن، ويشكل 28.5% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، وتمتد مناجمه على مساحة تقدر ب800 كيلومتر مربع، وتتراوح نسبة نقاوته ما بين 72 و75%. الملح تحتوي منطقة الصحراء الغربية على أكثر من 10 سباخات تشكل خزانات ضخمة للملح، وتقدر احتياطيات سبخة تزغى في طرفاية بحوالي 4.5 مليار طن، كما تحتوي أيضا على خامات النحاس والمنجنيز والحديد والرخام والزركون والتيتان. الثروة البحرية يبلغ طول السواحل الصحراوية على المحيط الأطلسي 600 كيلومتر، وتقدر طاقة إنتاجه بحوالي 1 مليون طن من الأسماك سنويا وبأنواع مختلفة. النفط والغاز. تشير بعض الدراسات إلى وجود مخزون هام من النفط والغاز في سواحل الصحراء الغربية، وهذه الثروة الباطنية هي ما دفعت المغرب التوقيع على عدة اتفاقيات، منها 2 للتنقيب عن النفط مع شركتي توتالفينا إلف الفرنسية وكريمال جيجروب الأمريكية في أكتوبر 2001، الأمر الذي قوبل باعتراضات كبيرة خصوصا من طرف جبهة البوليساريو. السياحة. تمتلك الصحراء الغربية إمكانيات سياحية هامة ومتنوعة تدعمها مناظر صحراوية خلابة، ومن المناطق السياحية المشهورة في الصحراء واحة المسيد، بحيرة نايلة، خليج خنفيس، شلالات أم بدعة، وادي تفودار، وشواطئ ومدينة الداخلة. المغرب ينهب ثروات الصحراء الغربية. إن الموارد الطبيعية التي تزخر بها الصحراء الغربية جعلت المغرب متلهفاً إليها عبر مر الأزمان، فيرى الكثير من الباحثين أن المغرب ينهب الموارد الطبيعية الصحراوية، مؤكداً أن هذه الثروات توضع تحت تصرف فرنسا بثمن بخس لشراء صمتهما تجاه مطالب شرعية للشعب الصحراوي. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.